الخير على كل متابعي قناه النادي الاهلي. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع مره تانية للعب في بطوله الدوري المصري الممتاز. هيلعب النهارده مع الاتحاد السكندري في الاسبوع العاشر على استاد السلام الساعه 9 مساء النهارده. هيدير المباراه تحكيميا محمد معروف، وهيكون معاه احمد حسام وعبد الفتاح عريشه ومحمد عبد الحافظ حكم رابع، محمد سلامه ومحمود ناجي حكم خامس. زي ما احنا عارفين طبعا النادي الاهلي عنده 11 نقطه من 3 انتصارات وتعادلين، وطبعا لسه متاجل له 4 مباريات مع الجونه وبيراميدز وباتوجات والداخليه. عاوز اقول لكم كمان ان مباراه النادي الاهلي والاتحاد هي رقم 115 في مواجهات الفريقين مع بعض في الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي فاز قبل كده على الاتحاد 75 مره، وكمان الاتحاد فاز على النادي الاهلي 15 مره وتعادلوا مع بعض 24 مره، وسجل النادي الاهلي في شباك الاتحاد 190 هدف، وكمان سجل الاتحاد في شباك النادي الاهلي 69 هدف. هنكون معاكم النهارده ان شاء الله هنقل لكم اخر استعدادات الفريق قبل اللقاء باذن الله الساعه 9 مساء، وهنكون مع اللعيبه قبل المعسكر باربع ساعات من المباراه، وكمان هنعرف معاكم اخر الاخبار الخاصه بمعسكر النادي الاهلي وملامح التشكيل، وكمان هنتكلم النهارده عن الدوريات الاوروبيه المشتعله وطبعا اللي فيها مفاجات كتير جدا. هنتكلم في كل ده وهنشوف كمان عناوين الصحف والمواقع، وانتم كمان تقدروا تشاركونا في خلال الحلقه وتقولوا لنا توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه النادي الاهلي النهارده مع الاتحاد السكندري، وده هيكون عن طريق صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. ودلوقتي تعالوا نبدأ مع بعض بأبرز العناوين. الليلة الأهلي واجه الاتحاد في غياب 6 لاعبين. كارتيرون يتحدى النقص العددي ويوفر بدائل للمصابين. تغييرات في تشكيل الأحمر مفاضلة ثنائية لخلافة معلول ومروان يقود الهجوم. يوسف عودة الدوليين تحسن موعد السفر للجزائر. محمد سراج الدين روح الفانيلا الحمراء وراء التأهل لنهائيات أفريقيا للسلة. اللجنة الانتخابية تفحص أوراق مرشحي اتحاد الكرة غدا. محمد صلاح في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. البداية دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي عن طريق الجرايد. الأخبار: الأهلي واجه زعيم الإسكندرية في الدوري الليلة، كارتيرون يتحدى الإصابات ويخطط للفوز وطولان يلعب بخطة متوازنة. الجمهورية على خطى الأفريقية، الأهلي المفتري عينه على السكندري. الشروق: الأهلي واجه الاتحاد السكندري بعد غياب 35 يوم عن الدوري. للأخبار المسائي: الأهلي يعود للدوري بعد غياب 35 يوم، الأحمر يتحدى الاتحاد بالتوليفة اضطرارية بحثاً عن مواصلة الانتصارات. المساء: الأهلي يعود لسباق الدوري بمواجهة سيد البلد، منافسة صعبة بين كارتيرون وطولان لخطف 3 نقاط. اليوم السابع: الأهلي المنتعش إفريقياً يخشى مفاجآت زعيم الثغر الليلة، كارتيرون يبحث عن قطار الانتصارات المحلية وطولان يسعى لتحقيق المفاجأة. الوفد: باتريس كارتيرون يعيد التشكيل وطولان يبحث عن الفوز الليلة، مواجهة صعبة بين الأهلي والاتحاد. الوطن: الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الاتحاد ويبحث عن المربع الذهبي. تغييرات في تشكيل الأحمر مفاضلة ثنائية لخلافة معلول، مروان يقود الهجوم، أكرم يشارك في الوسط، وزعيم الثغر يأمل استمرار الانتصارات وطولان لن نفرط في 3 نقاط. الأهرام: الأهلي يغلق باب رحيله ويمدد تعاقده 5 مواسم، الشناوي يرفض عروض ويوقع للمارد الأحمر على بياض. نروح
معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم الاخبار او المنشطات اللي عرضناه عليكم من شويه. هنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان فريق النادي الاهلي هيرجع للمنافسات في الدوري المصري ممتاز النهارده لما هيستضيف الساعه 9 مساء فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجوله العاشره لبطوله الدوري المصري ممتاز على ملعب السلام. النادي الاهلي بالتاكيد بيدخل مباراه النهارده مباراه اليوم بحثا عن الفوز والحصول على النقط الثلاثه في مشوار استعاده صداره جدول الترتيب في الدوري المصري الممتاز وفي طريق طبعا للحفظ على لقب النادي الاهلي اللي هيفقد في اول مباراه العديد من اللاعبين بسبب الاصابه في مقدمتهم الظهير الايسر التونسي علي معلول واللي تعرض لاصابه قويه بمزق في العضله الضمه خلال طبعا مباراه الفريق قصاده فاقس الطيف الجزائري بالاضافه للثلاثي المصاب سعد سمير وعمرو السليه وميدو جابر في الوقت اللي برده في فرصه الثنائي حسام عاشور وصلاح محسن صعبه في المشاركه في مباراه النهارده بسبب عدم مشاركتهم في التدريبات الجماعيه في الايام اللي فاتت. من الوطن نروح معاكم للأهرام اللي قالت ان الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي قفل كل الابواب لرحيل حارس مرمى محمد الشناوي اللي جاله عروض بالجملة خلال الفترة اللي فاتت ونجح محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكورة بعد جلسة مع اللاعب ان هو يمدد عقد اللاعب ويعدله بصورة تليق بما يقتضي ان هو يمدد عقده لمدة 5 مواسم كاملة من غير اي شروط ومضى على بياض. كلام الجرايد عن النادي الاهلي نروح نشوف ازاي مواقع الانترنت اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده. بوابه اخبار اليوم الليله الاهلي يستضيف دعيم الصغر بلعنه الاصابات. الشروق الاهلي يواجه الاتحاد السكندري بعد غياب 35 يوم عن الدوري. الوطن سبورت الاهلي يفقد 6 لاعبين امام الاتحاد ويبحث عن المربع الذهبي. اليوم السابع الاهلي المنتعش افريقيا يخشى مفاجآت زعيم الثغر في استاد السلام. بوابه الوفد الاهلي يعود للصراع الدوري بمواجهه صعبه امام الاتحاد. يلا كوره الاتحاد يعيد الاهلي لسباق الدوري بعد غياب لمده شهر. البوابه سبورت الاتحاد السكندري يرصد مكافآت مغريه لتخطي الاهلي. الشروق الأهلي يمنح حسام عاشور راحة من التدريبات. صدى البلد أزار يؤدي ميرانو بالجيم الأهلي اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قمصان يقود ميران الغائبين عن مباراة الاتحاد. 1-3 موعد الفحص الطبي لمحمد الشناوي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف عودة الدوليين تحسم موعد السفر للجزائر. فيتو تعيين رضا شحاته نائب لمدير التعاقدات في الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي محمد سراج الدين روح الفانيلا الحمراء ورا التاهل لنهائيات افريقيا للسله. اليوم السابع الاهلي يواجه سموحه في نهائي التصفيات الافريقيه للمنطقه الخامسه للسله. تعالوا نروح دلوقتي معاكم نشوف تفاصيل اهم الاخبار او المنشطات اللي قلناها من شويه عن النادي الاهلي اللي طبعا موجوده على مواقع الانترنت. وهنبتدي معاكم من هنبتدي منين؟
من بوابه اخبار اليوم اللي قالت ان رصدت العديد من المواقع تفاصيل لمباراه النادي الاهلي والاتحاد. والبدايه من بوابه اخبار اليوم قالت ان فريق الكره في النادي الاهلي بيستضيف الاتحاد السكندري النهارده الساعه 9 مساء على ملعب السلام ضمن منافسات الجوله العاشره من مسابقه الدوري المصري الممتاز. وبيخوض النادي الاهلي المباراه في ظل غياب العديد من لاعبيه بسبب الاصابه. هيغيب النهارده الظهير الايسر التونسي علي معلول اللي اتعرض لاصابه قويه بمزق في العضله الضمه، بالاضافه طبعا لسعد سمير وعمرو السوليه وميدو جابر وحسام عاشور وصلاح محسن. ونادي الاهلي طبعا بيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطه، وبيجي الاتحاد في المركز التاسع برصيد 11 نقطه برضه. كمان الموقع الموقع الخاص بالشروق قال ان مباراه النادي الاهلي والاتحاد بعد غياب 35 يوم او 840 ساعه هيخوض النادي الاهلي مباراته في الدوري لمشاركته طبعا او غاب بسبب مشاركته في دوري ابطال افريقيا وكاس زايد ونجاحاته في التاهل للدور نص النهائي للبطوله الافريقيه ودور ال 16 للبطوله العربيه. وكانت اخر مباراه للنادي الاهلي كانت قصاد الانتاج الحربي يوم 2 سبتمبر اللي فات وانتهت بالتعادل السلبي. موقع الوطن سبورت فقال ان النادي الاهلي بيدخل المباراه بحثا عن الفوز والحصول على النقط الثلاثه لاستعاده اداره جدول الدوري الممتاز، وان تشكيل النادي الاهلي هيكون فيه تغييرات اضطراريه بسبب الغيابات اللي موجوده خصوصا طبعا في مركز الظهير الايسر. والمفروض ان هيشارك واحد من الاثنين صبري رحيل او ايمن اشرف عشان يعوضوا غياب علي معلول، وكمان المفروض ان هيظهر احمد فتحي او اكرم توفيق في وسط الملعب جنب هشام محمد في حاله طبعا عدم جاهزيه حسام عاشور، وهيقود محمد هاني الجبهه اليمنى. اما موقع اليوم السابع فركز ان الفرنسي باتريس كارتيرو من المدير الفني للنادي الاهلي بيدور على العوده للانتصارات المحليه. واليوم السابع توقع التشكيل كالتالي: محمد الشناوي، صبري رحيل، ايمن اشرف، سليف كوليبالي، احمد فتحي، اكرم توفيق، هشام محمد، اسلام محارب، وليد سليمان، احمد حمودي، وليد ازارو. نروح لبوابة الوفد واللي ركزت على الأخطاء التحكيمية وقالت إن آخر مواجهة للنادي الأهلي في الدوري قصاد الإنتاج الحربي شهدت أزمة تحكيمية بسبب أخطاء الحكم إبراهيم نور الدين، واللي كان سبب إن النادي الأهلي طبعا يتعادل في اللقاء ده. وقال إن النادي الأهلي بيشترط استخدام حكام أجانب من قارة أوروبا، ولكن طبعا بسبب ضيق الوقت في مباراة النهاردة هيديرها طاقم تحكيم مصري. اما موقع يلا كوره فقال ان النادي الاهلي هو واحد من الفريقين اللي ما تعرضوش لاي هزيمه خلال الدوري المصري الممتاز. خاض النادي الاهلي خمس مباريات، فاز في ثلاثه وتعادل في اثنين. وقال كمان الموقع ان الاتحاد السكندري في ظل قيادته الفنيه الجديده بقياده حلمي طولان بيسعى ان هو يحقق الفوز الثالث ليه في الموسم ده ويبتعد عن المركز التاسع واللي طبعا يتواجد فيه دلوقتي في ترتيب الدوري المصري الممتاز. من يلا كورة نروح للبوابة سبورت، ونشرت ان ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد نصلحي خصصت مكافآت مالية كبيرة للفريق في حالة ان هو تخطى النادي الاهلي في مباراة اليوم. نرجع تاني لموقع الشروق واللي قال ان الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقيادة خالد محمود ادى حسام عاشور لاعب وسط الفريق راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات، وهيغيب اللاعب عن مباراة النادي الاهلي النهارده، وهيستأنف اللاعب ان شاء الله برنامجه العلاجي بكرة بسبب معاناته بإجهاد خفيف في العضلة الضمة. نروح لموقع صدى البلد واللي نشر خبر بيقول فيه ان وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي بره حسابات كارتيرون في مباراه النهارده. بيعاني طبعا اللاعب من اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، واللاعب ابتدى ان هو يعمل جلسات في الجيم ضمن طبعا برنامجه التاهيلي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي الاهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي
اتكلم عن تمرين الغايبين عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اللي شهد تدريبات بدنية مكثفة، وبعد كده خاض اللعيبة تقسيمة كرة قوية، وكان التمرين تحت قيادة سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وشارك في تمرين الغايبين أحمد الشيخ وعمرو جمال ومحمود الجزار وميدو جابر وعمرو بركات وعمرو السولية وعمر حمدي وعلي كمان، وده وكمان رامي ربيعة وسعد سمير عملوا تدريبات علاجية وفقا للبرنامج التأهيلي الخاص بكل لاعب لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية. موقع وان تري كمان كتب ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي حصل على راحه من التدريبات النهارده طبعا، ويخضع بعد كده اللاعب لفحص طبي بكره قبل التمرين عشان يتاكد من جاهزيته قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. اشتكى اللاعب امبارح من اجهاد في العضله الضمه، والشناوي بره طبعا قائمه الفريق في مباراه النهارده قصاد الاتحاد السكندري. وبنوصل دلوقتي او هنروح دلوقتي لمراسلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، طمنا على معسكر النادي الاهلي طبعا قبل ساعات قليله من لقاء النادي الاهلي والاتحاد السكندري. مساء الخير عليك يا كريم. شكرا ليك شيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الاهلي على موعد اليوم في بطوله الدوري العام الجوله العاشره، الاهلي والاتحاد السكندري على استاد السلام في الساعه 9 مساء كالعاده. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه، تلاحم كبير من المباريات من البطوله الافريقيه والبطوله العربيه وختاما لبطوله الدوري العام، لكن اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه اللي سواء بتشارك في المباريات بشكل مستمر او بعض اللعيبه كمان اللي لم تشارك خلال المباريات الماضيه، لكن يمكن في المباراه دي مستر باتريس كارتينون وكابتن محمد يوسف عندهم اجبار كبير ان هم يشاركوا عدد كبير جدا من اللاعبين لم يشاركوا في المباريات الماضيه نظرا للاصابات الكثيره التي ضربت فريق النادي الاهلي. لو بذكر معاك الاصابات يا شيما، يمكن 11 لاعب بيغيبوا عن فريق النادي الاهلي خلال هذه المباراه على راسهم الشناوي وسعد سمير وباسم علي ووليد ازار وصلاح محسن وعمرو السوليه وحسام عاشور ميدو جابر علي معلول محمد نجيب وجونيور اجاي، لكن برضو يمكن لازم نطمن كل جمهورنا عدد كبير جدا من هؤلاء اللاعبين تستكمل طبعا التأهيل الخاص بهم بعد يمكن مجهود كبير بذل من الجهاز الطبي بقيادة طبعا الدكتور خالد محمود لتأهيل هؤلاء اللاعبين وعودتهم سريعا ان شاء الله لمشاركة النادي الأهلي في المباريات القادمة. الشناوي وسعد سمير ووليد أزار وصلاح محسن وعمرو السولية وحسام عاشور ان شاء الله يكونوا جاهزين خلال المباريات القادمة مع فريق النادي الأهلي. ايضا كمان يمكن اختير 20 لاعب لمعسكر فريق النادي الأهلي لخوض هذه المباراة، لكن ابرز طبعا الاسماء المتواجدة في هذه القائمة مروان محسن اللي بيعود من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله لو كان ليه دور النهارده في التشكيله الاساسيه يكون موفق. مروان يمكن من احد العناصر الرئيسيه في منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، بجانب كمان كل اللعيبه في ثقه كبيره جدا عندنا في لعيبه النادي الاهلي، الكل على قلب رجل واحد زي ما بنقول. الاهلي بمنحدر ظروف محيطه بتضرب فريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين والجهاز الفني ان هم يستمروا في سلسله الانتصارات الكبيره في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وايضا كمان تستكمل ببطوله الدوري العام كالعاده. شيما طبعا هنكون مستمرين معاك ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نقل خاص لفريق النادي الاهلي من هنا فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك شيما. نرجع مرة تانية نكمل معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وبنوصل للموقع الرسمي للنادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن محمد يوسف المدرب العام قال إن هو بيتم التواصل حاليا مع السفارة المصرية في الجزائر عشان يعرفوا كافة الأمور الخاصة ببعثة النادي الأهلي، وقال كمان محمد يوسف إنه هيتم اتخاذ إجراءات السفر بعد معرفة ميعاد عودة اللعيبة الدوليين. النادي الأهلي بيستعد طبعا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 23 من شهر أكتوبر الجاري. نشر موقع فيتو ان مسؤولين النادي الاهلي وافقوا على طلب محمد فضل مدير لجنه التعاقدات بتعيين رضا شحاته نجم الفريق السابق والمنتخب الاولمبي طبعا في منصب نائب مدير التعاقدات في النادي الاهلي. والموقع الرسمي للنادي الاهلي قال برضو او اتكلم عن الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، وهنبتدي مع محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الاول طبعا لكره السله رجال في تنزانيا. قال ان روح الفانيله الحمراء كانت وراء الاداء القوي والتغلب على الفريق الرواندي وحسم التاهل لنهائيات بطوله افريقيا للانديه برغم الاجهاد والاصابات وسوء ارضيه الملعب وارتفاع درجه الرطوبه واكيد صعوبه التنفس وقوه المنافسة.
وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس طبعا بعثه فريق السله في تنزانيا. مساء الخير على حضرتك. مساء النور عليك يا طبعا في البدايه لازم نبارك لحضرتك على التاهل لبطوله افريقيا والعروض الجيده جدا والمتميزه اللي بيقدمها فريق السله. الحمد لله والله، يعني الفريق ماشي بخطى ثابته، اول ما كنت الحمد لله بيحققوا انتصارات يعني في البدايه. الاجواء هنا يمكن مش احسن حاجه في تنزانيا، يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه ان شاء الله صعبه جدا. قضيه الملعب مريحه طبعا للعيبه، درجه حتى الضغط هنا عاليه. المشكله ما فيش برضه يعني راحه في طلبات المباريات في اليوم، ما فيش يوم اصلا فين راحه، فكان عامل طبعا عامل اجهاد جامد. الحمد لله والله، يعني الفريق ماشي بخطى ثابته، اول ما كنت الحمد لله بيحققوا انتصارات يعني في البدايه. الاجواء هنا يمكن مش احسن حاجه في تنزانيا، يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه ان شاء الله صعبه جدا. قضيه الملعب مريحه طبعا للعيبه، درجه حتى الضغط هنا عاليه. المشكله ما فيش برضه يعني راحه في طلبات المباريات في اليوم. صحيح. ما فيش يوم اصلا فيه راحه، فكان عامل طبعا عامل اجهاد جامد. لا الحمد لله والله، يعني الفريق ماشي بخطى ثابته، اول ما كنت الحمد لله بيحققوا انتصارات يعني في البداية. واخبار اللقاء النهارده ايه يا دكتور؟ حاجه في تنزانيا، يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه ان شاء الله صعبه جدا. صحيح. قضيه الملعب مريحه طبعا للعيبه. الله يكون في عونكم. طب انا عايزه اعرف منك يا دكتور برضو ايه اخبار لقاء النهارده؟ كده ما فيش برضو يعني راحه في طلبات المباريات في اليوم. ما فيش يوم اصلا فين راحه، فكان عامل طبعا عامل اجهاد جامد. الحمد لله والله، يعني الفريق ماشي بخطى ثابته، اول ما كنت الحمد لله بيحققوا انتصارات يعني في البدايه. الاجواء هنا يمكن مش احسن حاجه في تنزانيا، يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه ان شاء الله صعبه جدا. قضيه الملعب مش مريحه طبعا للعيبه، درجه حتى الضغط هنا عاليه. المشكله ما فيش برضه يعني راحه في طلبات المباريات في اليوم، ما فيش يوم اصلا فين راحه، فكان عامل طبعا عامل اجهاد جامد. الحمد لله والله، يعني الفريق ماشي بخطى ثابته، اول ما كنت في مشكله على فكره في التليفون. الاجواء هنا يمكن مش احسن حاجه. معلش. يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه ان شاء الله صعبه جدا. قضيه الملعب مريحه طبعا للعيبه، درجه حتى الضغط هنا عاليه. المشكله ما فيش برضه. طيب هو واضح ان في مشكله في الاتصال، التليفون الكونفرزيشن بتعيد نفسها، عادت نفسها ثلاث مرات دلوقتي لو انتوا مش سامعين يعني. طيب احنا نرجع تاني لدكتور محمد سراج الدين، رئيس بعثه النادي الاهلي للسله رجال. لسه مكملين برضه معاكم مع كره السله، ورصد موقع اليوم السابع ان فريق سله النادي الاهلي هيقابل نظيره سموحه النهارده في نهائي تصفيات المنطقه الخمسه الافريقيه واللي بتقام في تنزانيا، مؤهلة لبطولة أفريقيا 2019. بيسعى الجهاز الفني بقيادة طارق خيري في تحقيق الفوز لاستكمال سلسلة الانتصارات اللي حققها خلال البطولة. دلوقتي تعالوا نشوف معاكم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الشروق، منتخب سوازيلاند يخطر اتحاد الكرة بموعد وصوله. اليوم السابع، المنتخب يدرس اقتداء ملعب ايروسبورت قبل مواجهة سوازيلاند. سوبر كورة، بوريدا يرفض إلغاء مقعد المرأة في مجلس الجبلية. الوفد، اللجنة الانتخابية تفحص أوراق مرشحي اتحاد الكرة غدا. الوطن سبورت، بوريدا يجهز مستندات الرد على مخالفات الجبلية. اليوم السابع، قانونية الجبلية تجتمع غدا لبحث الرد على تقرير مخالفات وزارة الرياضة. بيتو، ربيع ياسين يتابع منتخبات الوجه البحري 13 أكتوبر. الفجر، تيري هنري يقترب من تدريب أحمد المحمدي. الأهرام المسائي، الإسماعيلي في ورطة، فييرا يرفض رحيل المتولي وبامبو الوحش في يناير.
الشروق، الأندية التونسية تهدد بمقاطعة الدوري بسبب منح الحكومة أو منح الحكومة عفوا. سكاي نيوز، إبراهيموفيتش يدرس العودة لدار المسنين. أس مصير لو بتيجي في يد برشلونة. سبورت 360، جماهير ريال مدريد تحدد الطرف المسؤول عن الأزمة. قبل ما نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية وأخبار العالمية وأخبار محترفينا في الخارج، نرجع مرة تانية للدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي لكرة السلة رجال في تنزانيا. مساء الفل على حضرتك مرة تانية. مساء الخير، معلش هو النتورك هنا وحش شويه. نتورك واضح ان هي كانت وحشه جدا، كانت المكالمه عماله بتتعاد ورا بعض، يعني يمكن سمعت نفس الكلام من حضرتك اربع مرات. طيب هرجع بقى اسالك. طبعا بيحصل كده. ايوه هرجع اسالك عن لقاء النهارده. الخط ده ممكن تلاقي احسن. طيب واضح ان في مشكله كبيره بقى في الاتصال بتنزانيا، بس ان شاء الله هنوفيكم باخر الاخبار الخاصه بفريق كره السله رجال المتواجد دلوقتي في البطوله الافريقيه في تنزانيا. ونروح معاكم لتفاصيل الاخبار المحليه، وهنبتدي اخبارنا من الشروق اللي قالت ان حددت بعثه منتخب سوازيلاند ميعاد وصولهم للقاهره استعدادا لمواجهه المنتخب الوطني ضمن منافسات الجوله الثالثه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019. وتلقى اتحاد كره القدم خطاب رسمي من منتخب سوازيلاند بيفيد بوصول البعثه فجر يوم 10 اكتوبر الجاري وتحديدا الساعه 1 بعد منتصف الليل على الخطوط الاثيوبيه. كمان اليوم السابع قال ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده اجاري بيدرس اقامه تمرين بكره في افتتاح معسكر الفراعنه استعدادا لمباراتي سوازيلاند على ملعب نادي ايروسبورت التابع لوزاره الطيران في مطار القاهره الدولي. وما تلقاش اتحاد الكره والمنتخب لحد دلوقتي موافقه رسميه باقامه التدريبات على ملعب الكليه الحربيه، عشان كده قرر الجهاز الفني التدريب على ملعب ايروسبورت في حاله عدم وصول موافقه على التدريب في الكليه الحربيه. موقع سوبر كوره قال ان هانيه بوريده رئيس اتحاد الكوره المصري رفض الغاء مقعد المراه في مجلس الاداره خلال التعديلات اللي هتجرى على لائحه النظام الاساسي في الجمعيه العموميه الطارئه يوم 30 و31 اكتوبر الجاري. اقترح بعض اعضاء المجلس الغاء المقعد المخصص للمراه على ان يكون المراه ليها حق الترشح على احد المقاعد ال11 في المجلس بشكل عام، ولكن هانيه بوريده رفض الاقتراح ده واكد على اهميه وجود مقعد ثابت للمراه في مجلس الجبليه. كمان الوفد قال ان اللجنه المشرفه على انتخابات اتحاد الكره برئاسه المستشار احمد حلمي الشريف هتعمل اجتماع بكره ان شاء الله يوم الاثنين لفحص اوراق المرشحين للانتخابات التكميليه قبل اجراء العمليه الانتخابيه والمقرر ليها يوم 30 و31 اكتوبر الجاري. كمان اليوم السابع قال ان اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره هتعمل اجتماع بكره ان شاء الله عشان تناقش تقرير وزاره الرياضه اللي وصل مؤخرا وبيتضمن 16 مخالفه ضد مجلس الجبليه بعد انتهاء اللجنه المختصه من التفتيش. وزاره الرياضه منحت مجلس اداره اتحاد الكوره مهله 30 يوم للرد على تقرير المخالفات. كمان فيتو قالت ان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 هيزور 13 اكتوبر الجاري بعض المناطق في الوجه البحري في اسكندريه عشان يشوف تجمعاتهم ومباريات وديه لمنتخبات المناطق دي ضمن طبعا خطته للبحث عن المواهب الكرويه في كل انحاء الجمهوريه عشان يدعم صفوف منتخب الشباب خلال المرحله اللي جايه. وحرص ربيع ياسين على زياره جميع مناطق الجمهوريه بحثا طبعا عن العناصر الواعده اللي ممكن ان هي تمثل اضافه قويه لمنتخب الشباب واللي بيستعد للتصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا اللي هتقام باذن الله 2021. كمان الفجر قالت ان في تقارير صحفيه اشارت لتعيين الفرنسي تياري هنري مدرب لفريق استون فيلا بالاضافه لتعيين جون تيري كمساعد ليه، واكدت التقارير ان رجل الاعمال المصري ومالك أستون فيلا ناصف ساويرس بيقود مفاوضات دلوقتي لإقناع تياري هنري بقيادة الفريق اللي بيلعب ليه المصري أحمد المحمدي.
كمان الشروق قالت ان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر ان هو يعمل اجتماع مع رؤساء أندية الرابطة، رابطة المحترفين الاولى مساء غد الاثنين، عشان ينظر في عديد من النقاط والمقترحات، وعلى راسها تهديد الأندية بمقاطعة مسابقة الدوري المحلي. وكانت في تقارير كثيرة صحفية تونسية اكدت ان في الايام الاخيرة كان في وجود لتهديدات من الأندية التونسية بشأن مقاطعة الدوري التونسي الممتاز، وده بسبب عدم الحصول على نسبة الإعانة السنوية من الحكومة. نروح بقى معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، واللي دايما طبعا بنبدأها بلعيبة النادي الأهلي، ونبتديها بأيمن أشرف اللي نشر على تويتر صورته وكتب عليها: مدام القادم في يد الله فالحمد لله كثيرا. كمان عمرو بركات نشر على الانستجرام صورة لي من التدريبات وكتب: سيفتح الله بابا كنت تظنه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح. وائل رياض المدرب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي نشر على انستجرام صورته وهو صغير في المدرسة وعلق عليها وقال: صورتي من على الجبهة وأنا وطني في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كل سنة ومصر طيبة. كمان محمد ناجي جده لاعب الجونة كتب على تويتر: بفضل الله وفضل دعواتكم عدى أصعب يومين عليا بعد العملية، الحمد لله، شكرا كل أصحابي على دعواتكم الصادقة ورسائلكم الطيبة. وده طبعا بعد ما تعرض للإصابة في الوجه في مباراة فريقه قصاد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. نروح بقى لمحترفينا في الخارج، وهنبتدي مع محمود حسن تريزيجيه اللي نشر صورة ليه من مباراة فريقه قاسم باشا التركي اللي أحرز فيها هدف وصنع هدفين يوم الجمعة اللي فاتت، وكتب عليها: تذكر الأيام اللي صليت فيها لأشياء لديك حاليا الحمد لله. كمان عمرو وردة لاعب باوك اليوناني نشر صورة ليه على الانستجرام وكتب: لن أتوقف. عالميا بقى نروح لكريستيانو رونالدو اللي نشر على الانستجرام صورة من مباراة يوفنتوس امبارح مع أودينيزي واللي فاز فيها اليوفي 2-0 في الدوري الإيطالي، وعلق عليها وقال: نستمر على هذا المستوى معا. كمان ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد كتب على تويتر: اعتقاد هائل من جميع اللاعبين لإعادة المباراة، نحن نواصل العمل معا. وده طبعا بعد فوز المان يونايتد على نيوكاسل 3-2 في البريمير ليج امبارح. كمان تياجو الكنتارا لاعب بايرن ميونخ الالماني على الفيسبوك حط صوره وكتب: في الاوقات الجيده والسيئه نحن نعمل معا. كمان برغم فوز مانشستر يونايتد بعد ما كانوا خسرانين في بدايه المباراه، نشرت صفحه في الجول على الانستغرام صوره لزين الدين زيدان وهو مطلع كارت احمر لمورينيو وكتبوا: اقتربت. كمان كتب اسكو لاعب ريال مدريد على تويتر تويتر بعد خسارة ريال مدريد امبارح 1-0 في الليغا وقال: ثقة مطلقة في فريقي. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي عبر البنوني الناقد الرياضي في الاخبار. مساء الخير عليك، منورنا. مساء الخير يا شيماء، ومساء الخير على جميع المشاهدين. طبعا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها النهارده عن النادي الاهلي، وتاكيد طبعا لقاء النادي الاهلي النهارده مع الاتحاد السكندري وخوض النادي الاهلي للقاء ده برغم وجود غيابات كتير جدا في الفريق. يعني طبيعي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في ضغط كبير في المباريات، عندنا ما بين البطوله الافريقيه والتاهل للسيمي فاينل والمباراه مع وفاق الصيف اللي كانت الاولى، وفي مباراه تانية بعد كده يوم 23 في الجزائر، كمان البطوله العربيه قبلهم وقبلها مباراه حوريا كوناكري الغيني، يعني في ضغط كبير في صحيح. في الجدول طبيعي ان الاهلي يواجه غيابات، يمكن في بعض الاصابات ودي كان فيها يعني عدم توفيق للفريق، انه علي معلول غايب، انه واحد من الاعمده الاساسيه، لكن طبعا موجود صبري رحيل مكانه يقدر يسد. اعتقد ان المباراه كمان مش سهله، يعني تغيير الجهاز الفني في اتحاد سكندري، وجود كابتن حلمي طولان دلوقتي في الاداره الفنيه، في دافع عند اللعيبه انهم عايزين يقدموا ماتش كبير قدام الاهلي، لكن الاهلي في النهايه ما بيدخلش ماتش الا لو عايز يكسبه، يعني لازم يكمل مشواره في الدوري رغم انه في ماتشات اتاجلت وفي لسبب ارتباطات الاهلي الافريقيه. اعتقد انه الاهلي النهارده برضو يعني قادر على انه يحقق نتيجه ايجابيه. الفريق جاهز يعني برغم الغيابات، لكن الاهلي في النهايه مع جهاز فني بيحاول يشوف الادوات المتاحه وبيشتغل عليها. صحيح صحيح. طيب الاتحاد السكندري خلاص غير مدربه دلوقتي، المدير الفني الاتحاد السكندري هو كابتن حلمي طولان. شايف الاتحاد السكندري هيلعب النادي الاهلي ازاي النهارده؟
اعتقد انه اداؤه لن يختلف كثيرا عن المباراه اللي فاتت. كان بيلعب نادي الجونه، قدر يكسب 2-1 في اللحظات الاخيره. يعني هو بيدافع على قد ما بيقدر، بيحاول انه يأمن مرمى من استقبال الأهداف، بعد كده بيحاول أنه يخطف أي هدف. يمكن الاستراتيجية بتاعت كابتن حلمي طولان قريبة شوية برضو من استراتيجية كابتن هشام زكريا مدرب الجونة، فكانت المباراة متكافئة، مشيت 0-0 وبعد كده 1-0 للاتحاد، ثم الجونة تعادل، وفي آخر دقيقة قدر أنه الاتحاد يخطف هدف. وده تقريبا نفس السيناريو اللي هيلعب عليه كابتن حلمي طولان النهاردة مع النادي الأهلي. هيحاول كمان يستغل طبعا وجود غيابات، هيحاول يستغل أنه الأهلي مجهد شوية من ضغط المباريات ما بين أفريقيا والبطولة العربية والبطولة المحلية هنا، لكن أعتقد الماتش مش هيبقى سهل، لا على الأهلي ولا على الاتحاد. الموضوع هيبقى يعني منافسة جوه الملعب قوية بين الاثنين مدربين والفريق. شايف فرص مين أكبر؟ الأهلي طبعا، يعني الأهلي في النهاية هو دايما هدفه صدارة الدوري. يمكن شكل الجدول دلوقتي مختلف شوية لأنه في ماتشات مؤجلة، أربع مباريات بالظبط، يعني المؤجلات دي كلها لما بتتلعب بتغير شكل الجدول تماما. الأهلي عادة بيكون موجود على القمة، بعد كده بيجي بقية الفرق يعني، لكن دلوقتي الوضع مختلف شوية. أعتقد أن الأهلي هدفه ياخد 3 نقط عشان يكمل مشواره ويفكر بعد كده في المباريات اللي جاية. الأهلي في لقائه النهارده، طبعا آخر لقاء للنادي الأهلي كان قصاد الإنتاج الحربي، غير التحكيمية شهدها لقاء كبيرة جدا، طلب بعدها النادي الأهلي أن يتم تحكيم لقاءاته بحكام أجانب، لكن في لقاء النهارده رفض النادي الأهلي تحكيم اللقاء من قبل حكام من شمال أفريقيا، وقال هيتم تحكيم اللقاء النهارده عادي بحكام من مصر وبعد كده هيكون في حكام من أوروبا. شفت ده إزاي؟ ده طبيعي، موقف اصلا يحترم من مجلس اداره النادي الاهلي ومن اداره الكوره في النادي الاهلي. طبعا الوقت كان ضيق شويه لفكره استخدام طاقم تحكيم اوروبي والنادي الاهلي ما كانش فاضي في الفتره اللي فاتت، يعني من مباراه لمباراه من بطوله لبطوله كان الموضوع مجهد جدا وصعب. وبالتالي الاهلي بياكد تاني ثقته في الحكام المصريين بقرار زي ده. يمكن انا بقول انا النهارده اوكي حكام يكونوا كويسين من الحكام المصريين، بعد كده ابتدي افكر في بعض المباريات حسب بيان النادي الاهلي في انه استقدم حكام اوروبيين لمبارياتي، وبالتالي ده ثقه من النادي الاهلي في الحكام المصريين، مش فكره انه لمجرد انا عايز تحكيم اجنبي فانا مش واثق في التحكيم المصري. لا، لكن في النهايه الاهلي بيحاول يحافظ على حقوقه وده حقه. صحيح. زي ما بقيه الانديه طلبت، وانديه كتير طلبت ان يكون عندها تحكيم اجنبي. طيب هل تتوقع النادي الاهلي ممكن يكمل الدوري بتحكيم مصري ولا هيطلب برضو اللجوء للتحكيم الاوروبي في المباريات القادمه؟ والله على المستوى اللي انا شفته من بعض الحكام المصريين من انطلاقه الدوري لحد دلوقتي واحنا في الاسبوع العاشر، احنا يعني حتى لسه في بدايه الدوري، في مستوى لا في شويه تراجع، مستوى الحكام محتاج في كثير من التراجع، في يعني اخطاء رهيبه، في اخطاء كتير، ومش في مباريات الاهلي فقط، في مباريات ثانيه كمان. يمكن الاهلي تاثر في مباراه الانتاج الحربي بشكل كبير جدا. فاعتقد انه لا، يعني الاهلي اكيد هيطلب حكام اجانب لبعض المباريات، كمان المباريات اللي هي حساسه شويه، المباريات اللي هتفرق معاه في مشواره في المنافسه. لازم ان النادي الاهلي يضمن انه يحافظ على حقوق لعيبته وعلى سلامتهم كمان، لانه الفتره اللي فاتت ما كانتش سهله. صحيح. يعني ان انت تدي فرصه تاني لطاقم تحكيم قد يكون مش في مستواه النهارده، او هو طبيعي مستواه مش عالي، فيبتدي يسبب لك مشكله وياثر على نتيجه مبارياتك، ده صعب. فاعتقد انه لا، مجلس اداره الاهلي هيطلب حكام. بما اننا بنتكلم عن التحكيم ومشاكل التحكيم في النادي الاهلي، طبعا بعد اللقاء الشهير قصاد الانتاج الحربي والكوارث التحكيميه اللي شفناها فيه، طلب النادي الاهلي ان هو يجيب حكام اجانب وبالتحديد من اوروبا، وكمان طلب بتنفيذ تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز، وبعديها رد اتحاد الكوره وقال ان فعلا هيكون في تقنيه الفار وفعلا هيكون في 3 وحدات هتكون موجودة في الدوري المصري، يمكن مع بداية الموسم الجديد أو مع الدور الجديد، وقال حتى وقتها مش هينفع نعمل أكتر من 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز يوميا عشان يكونوا كلهم بيطبقوا أو بيطبق عليهم تقنية الفار أو تقنية الفيديو في التحكيم. شفت ده ازاي؟ يعني انا مش عارف يعني اعلق على حاجه زي دي، زي اللي هو يعني هل احنا بنقول نص العمى ولا العمى كله بالمثل الدارج الشعبي، يعني انه انا هعمل لك 3 ماتشات في اليوم، طب وانت هتكمل بقيه جدول الدوري ازاي؟ هتقدر تحكم موضوع المؤجلات وماتشات افريقيا وارتباطات الانديه المصريه في افريقيا ازاي؟ في نفس الوقت انت ليه
يعني ما هو يطبق الفار بالشكل المنطقي اللي هو مطبق في كل دول العالم اللي بتطبق التقنيه دي، او انت ما يعني ما تعملهاش، يعني قول لي انا مش قادر اعملها، ما عنديش الامكانيات الماديه. وبعدين بس هو على رايك فعلا نص العمل ولا العمل كله ولا ايه؟ لا يعني انا مش شايف ان ده منطقي، لانه طبعا بعض الانديه اكيد هتطالب ان انا اشمعنى انا الماتش بتاعي ما فيهوش فيديو اسيستنت ريفري والماتشات الثانيه فيها. فلا يعني الموضوع محتاج معالجه بشكل مختلف. انا شايف ان يعني اتحاد الكوره نقدر نقولها يعني تهور شويه في انه انا هطبق الفار وبدات الخطوات الفعليه، لان طبعا خطوات تطبيق تقنيه الفار كتير. الخطوات دي بتبتدي بانه انا بقدم الطلب للاتحاد الدولي، وبعد كده هو بيعتمد الخطه بتاعتي اللي انا هحطها. انا ما اعتقدش ان اتحاد الكره عنده خطه لتطبيق الفار لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت في حاجه اسمها المنظمه الدوليه لاداره كره القدم اللي هي اختصارها الايفاب. الايفاب هي اللي بتشرف على فكره شراء الاجهزه والمعدات اللي بتخليك تطبق تقنيه الفار. وبعد كده بتعمل خطه تدريب للحكام تحت اشراف لجنه الحكام في الاتحاد الدولي. وهو ده اللي قاله كابتن حسام عبد الفتاح. المراحل دي بتاخد وقت طويل. فمنطقيا ما تقوليش انك هتطبقها في السيزون اللي احنا فيه. لكن هو البيان اللي كان طالع من اتحاد الكوره ان انا هطبق على طول، هبتدي. يمكن هو التفكير المبدئي ثلاث مباريات في اليوم ومش هيكون في بقى اجازات خالص من الدوري. هل في الاسبوعين 3/7/21 هل الفيفا هيوافق على الكلام اللي هم يعني؟ طبعا مبادره ان انا هطبق اوكي حاجه كويسه، وانه في مبادره لان انا بستجيب لرغبه الانديه في مزيد من العداله في الملعب، ده هايل. لكن هل الفيفا هيوافق على الكلام ده؟ انت التجارب بتاعتك لسه في مراحل تانية، لسه في تجربه اوف لاين وبعدين تجرب اون لاين بالوحدات اللي عندك وتدرب حكامك والفيفا يوافق. فانا مش متخيل ان ده ممكن يحصل في السيزون اللي احنا فيه. وبالتالي البديل التحكيم الاجنبي. مع بدايه الموسم الجديد ممكن ده يحصل؟ اعتقد ممكن يحصل لو على الصوره اللي بيتكلم بيها كابتن عصام عبد الفتاح ان هي تبقى وحدات متنقله بتروح من مباراه لمباراه علشان يقدر يغطي المباريات الدوري كامله في تقنيه الفار. على الموسم الجديد ممكن يحصل متغيرات في الدوري نفسه تخلينا ناجل شويه تطبيق، او ننتظر لحد ما نبقى مؤهلين بشكل كامل لتطبيق التقنيه. طيب شايف ايه اللي ناقص مصر او الدوري المصري عشان نحقق فيها او يكون موجود عندنا تقنيه الفار او الفيديو؟ لا انا شايف انه احنا يعني لازم نتبع اللوائح الاول، يعني لما نبقى نعمل دوري محترفين عندنا نفكر في الفار. انا ده رايي. يعني العداله التحكيميه مطلوبه لكل الانديه، لكن انت اصلا ما عندكش دوري محترفين. طيب اعمل دوري محترف. وايه اللي منعنا؟ اللي منعنا دي قصه بقى طويله، يعني لو اتكلمنا عنها باختصار، انت من 2008 الاتحاد الدولي بيدي لك مهله انه لازم تطبق دوري المحترفين. صحيح. حصل احداث 2011 ثم بعدها تاني، وحصل توقفات للكوره في مصر اكتر من مره، فده خلى الاتحاد الدولي يمد لك المهله اكتر من مره بعد كده. لكن المفترض انه من السيزون اللي جاي لازم يكون عندك دوري محترفين. دوري المحترفين هيضمن حتى ان الحكام نفسهم هيبقوا محترفين. ممكن ساعتها ما تحتاجش تقنيه الفار. لو هتحتاج مزيد من العداله التحكيميه او حصل مشكله ممكن تطبق تقنيه الفار، بس هتحتاج برضو مبالغ ماليه كبيره جدا. تكلفه يعني وجود 36 كاميرا في المباراه، تكلفه التجارب نفسها والتطبيق، هتحتاج فلوس كتير. هل الاتحاد يقدر يوفر الموارد دي؟ يعني اتمنى انه يقدر يوفر الموارد دي علشان يقدر يطبق التقنيه. في جهاز كده، ايه اللي محتاجه الدوري المصري عشان نطبق الدوري المحترفين؟ محتاج ان الانديه يكون عندها رخص الدوري المحترفين. يمكن انا على شاشه قناه الاهلي وده بيتي، النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي عنده رخصه نادي محترف وفقا لشروط الاتحاد الدولي. يعني حتى باختصار شديد في قصه دوري المحترفين دي، الشروط اللي حطها الاتحاد الدولي هي شروط مرنه على حسب طبيعة المنافسة وطبيعة الأندية في كل قارة. الاتحاد القاري بتاعها بيقدر انه يختصر من الشروط دي. الاتحاد الافريقي حط شروط، الاهلي كمان متجاوزها لانه مطبق كل شروط الفيفا. كم نادي في مصر بقى مطبق الشروط حتى بتاعت الاتحاد الافريقي؟ لا، مفيش غير النادي الاهلي. لما نيجي النادي الاهلي بس لما تيجي تبصي على بقية الاندية، اتحاد الكرة بيديهم الرخصة بتاع الدوري المحترفين، لان مفيش نادي ينفع يشارك في بطولات الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا الا لو عنده رخصه نادي محترف. اتحاد الكره بيمنحها تجاوزا لبعض الانديه اللي بتتاهل علشان تشارك. طب ايه شروطها؟
شروطها لها اكتر من شرط ولها اكتر من درجه، في الرخصه الاي، رخصه البي، رخصه السي. اهم شروط انت يكون عندك ملعب، مش ضروري انه يكون بتاعك، يكون انت عندك ملعب ثابت بتاجره حتى من سواء من الدوله او من اي ملعب تاني. تمام، دي حاجه. حاجه تانية ان انت تكون ما عندكش، ده صعب يعني، ده مش صعب في نفس الوقت كمان ما يكونش عندك مشكله ماليه مع لعيبتك، لا السابقين ولا الحاليين. الملاءه الماليه بتاعت النادي، وللاسف احنا عندنا مشاكل كتير قوي في الدوري المصري. صحيح، يعني مع كمان خصوصا الاجانب، عن الزمالك لو اتكلمنا، عن المصري، عن الاسماعيلي، عن حتى يعني انديه صغيره كان عندها اجانب ورفعوا شكاوي في الاتحاد الدولي في المحكمه الدوليه. ده بيمنعك انك تحصل على الرخصه، وبعد كده بيطبق عليك ان انت بيخصم منك نقاط، او بتطبق عليك غرامات ثم خصم نقاط، ثم قد تستبعد لو تشارك في دوري الدرجه الرابعه، تسحب منك رخصه النادي المحترف. فطبيعي انه يعني على الوضع الحالي لا، هو ما فيش نادي عنده الرخصه غير النادي الاهلي. تمام، المفترض انه الاتحاد الكوره نفسه يبتدي يعمل ورش عمل للانديه ولمسؤوليهم علشان يبتدي يشرح لهم انا ازاي اطبق دوري المحترفين، ايه الشروط، ايه اللي النادي ممكن يعمله، ايه اللي ممكن نتجاوز عنه، لكن ما يخليناش نخل بالمبادئ واللوائح اللي تابعه للاتحاد الدولي. احنا ممكن نبقى مهددين في اي وقت بالتجميد بسبب حاجه زي كده. فطبعا دي كلها خطوات هي بتصب في صالح مستقبل الكره المصريه وصناعه كره القدم في مصر. هل احنا عندنا الاراده ان احنا ننفذ ده الفتره اللي جايه؟ هو ده الفيصل، لانه لو في اراده هيتم تنفيذ ده. لكن أكيد. فكره انت تمنح الرخصه كمان، على فكره يعني في الاتحاد الدولي رخصه الانديه بتتجدد كل 3 سنين، لكن هنا في مصر اتحاد الكره بيخليها كل سنه علشان يشوف مين اللي نزل ومين اللي طالع، مين هيلعب افريقيا السنه الجايه. فما تبقاش انت واخد الرخصه كده 3 سنين وانت مش هتعمل بيها حاجه، يعني الدوري ماشي دوري هو لحد النهارده. اتمنى ان ده يتغير الفتره اللي جايه. اكيد كلنا نتمنى. طيب خلينا ارجع معاك مره ثانيه للتحكيم والتحكيم التونسي. شايف الاتفاقيه دي ازاي؟ هل دي لصالح التحكيم المصري ولا هتبقى حاجه سلبيه مثلا علينا؟ انا في رايي ادي الثقه للحكام المصريين. الحكام المصريين ما فيش فرق في المستوى، حكام شرفاء جدا على فكره. ممكن يكون المستوى الفني فيه مشكله، هنا اقدر ان انا اطور المستوى الفني، لكن ان انا اخلي التحكيم المصري موجود واروح اجيب له الحكام من تونس. طبعا تونس دوله شقيقه والاتحاد الكره التونسي ناس محترمين ومبادره جيده ان يبقى في تبادل حكام، وانه لكن في فرق كبير في المستوى. انا ما شفتش فرق كبير في المستوى خالص. شفت مباراه حكام طاقم تحكيم تونسي ما كانش فيها، يعني مش شايف فرق. صحيح. في نفس الوقت انا لو هجيب حكام من اوروبا هنا الفرق، لان هم مجهزين على اعلى مستوى، الاختبارات بتاعتهم ما فيهاش مجاملات بتاع، فهنا الوضع هيبقى مختلف شويه. اكيد. لكن في التجربه التونسيه عندنا في التحكيم ما اعتقدش ان هي هتفيد، بل بالعكس هي هتقلل من الروح المعنويه للحكام المصريين. طيب خلينا نرجع للقاء النهارده، للقاء النادي الاهلي والاتحاد السكندري الساعه 9 مساء على ملعب السلام. اللقاء ده اتكلمنا طبعا عنه، قلت ان انت شايف ان فرص النادي الاهلي اكبر بفوزه باللقاء ده، النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز ودايما بيلعب على استرجاع اللقب بتاعه اكيد، يعني او الحفاظ على لقبه، لقب الدوري المصري الممتاز. خليني اسالك عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده. التشكيل المتوقع هو لن يخرج عن التشكيل المعتاد ما عدا بعض التغييرات في خط الدفاع. اعتقد انه يعني فكره الغيابات، اصابه محمد نجيب قبل كده، رغم انه محمد نجيب يعتبر من اللعيبه المخلصه قوي والكروت المهمه. صحيح. للجهاز الفني للنادي الاهلي، هي الفكره كلها انه ايمن اشرف هيبتدي هو اللي يكون موجود في خط الدفاع. اعتقد انه الخطوط الاماميه مش هيبقى فيها تغييرات كبيره ما عدا وجود صبري رحيل، هيبقى معاه مهمه الجانب الايسر او هيعتمد فيها كارتيرون على حد من لعيبه الخط الامامي. لكن التغييرات ما اعتقدش انها هتبقى كبيره، يعني هي تغييرات كارتيرون في حدود الاصابات فقط. يمكن بيعجبني في كارتيرون دايما انه عكس بعض المدربين اللي احنا شفناهم الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، انه كارتيرون بيقدر يشتغل على الادوات المتاحه بالنسبه له، بيلاقي حلول دايما. ما عنندوش فكره انه في لعيب ملوش بديل ما بيعطلش. في لعيب ملوش بديل وفي لعيب معلش ده غايب فانا النهارده متاثر، ويطلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش يقول لا اصل فلان غايب، ما سمعتهاش منه. صحيح. بالعكس هو بيقدر يدير الامور بشكل جيد جدا جدا. وده فرق كارتيرون عن اي مدرب تاني. يمكن كارتيرون من اول ما جه احنا عارفين انه عنده مرونه تكتيكيه. حتى داخل الملعب ممكن اثناء المباراه بيبقى عنده تغييرات جوه الملعب تقدر تحسن من شكل الاداء. كمان له تصريح يعني فيري بروفيشنال بعد مباراه وفاق الصيف، انه قال انا الشوط الثاني ما قدرتوش بشكل سليم،
وانا هحاول ان انا اصحح كل ده الفترات اللي جايه. لكن نادرا لما تلاقي يعني المينتاليتي دي عند المدربين تحديدا المحليين في مصر. شفتها من الكابتن هشام زكريا مثلا مدرب الجونه برده بعد مباراه من المباريات طلع قال انا عندي مشكله في الكرات العرضيه وهحاول احلها. يعني لكن في مدربين تانيين اصل لعيب فلاني غايب، اصل اللعيبه النهارده ما عملتش اللي عليها، اللعيبه ما التزمتش بالتعليمات. طب انت فين الحلول بتاعتك؟ يعني هل انت ما مش مقصر في اي شيء؟ فده فرق منتاليتي وفرق يعني احترافية عند المدرب اللي يقدر يتعامل دايما بالأدوات المتاحة أكيد. قدامه ويتعامل أكيد. مع كل الظروف اللي بتفرض عليه. طب لو سألتك بقى على الجانب الآخر، ايه هي نقط الخطورة اللي موجودة في سموحة؟ في الاتحاد كلهم اسكندرية يمكن الاتحاد سكندري كان حصل له دروب الفترة اللي فاتت. كان بدأ بجهاز فني بيقوده كابتن محمد عمر ومعاه كابتن محمد ابراهيم مدير كورة. يمكن كابتن محمد ابراهيم هو اللي كون الفريق اللي موجود دلوقتي، وده يحسب له لانه عمل فريق جيد للاتحاد السكندري. لكن اعتقد انه مكمن الخطورة عند الاتحاد السكندري هو خط هجومه اذا اتيحت له الفرصة داخل منطقة جزاء النادي الاهلي النهاردة. يمكن معاه ايمانويل بناهيني، معاه كمان المحترف الاخر اللي هو انا حتى يعني اسمه مش حاضر، رزاق سيسي اللي جاي من الزمالك اعاره. الاثنين بيادوا بشكل قوي جدا. بناهيني قدام وادي دجله في المباراه اللي قبل اللي فاتت ادى بشكل جاي جدا مع الاتحاد السكندري، قدر انه يسجل هدف رائع جدا جدا اللي هو الهدف الثاني، والمباراه خلصت 2-2. فكمان بناهيني من المهاجمين اللي هم نقدر نقول عليهم مخضرمين. يعني بناهيني لعب في الدوري المصري مع الاسماعيلي سجل 21 هدف، لعب في تركيا، لعب في دوريات مختلفه، ورجع تاني للاتحاد السكندري ومازال برضه 29 سنه يعني قادر انه يؤدي أكيد. فده لابد ان يكون عليه رقابه لصيقه من دفاع النادي الاهلي. صحيح. طيب انا النهارده كنت بقول لك او دلوقتي كنت بقول لك الاهلي وسموحه لاني كنت برضه مشغوله جدا بلقاء السله رجال النهارده قصاد سموحه في تصفيات المنطقه الخامسه للبطوله الافريقيه للانديه. كان معانا تليفون قبل ما نطلع على الفاصل، وكان معانا دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكان طبعا بيطمن على فريق السلة رجال فريق الأول نادي الأهلي. النهاردة هيكون لقاؤه أو ابتدى يمكن منذ قليل لقاؤه مع سموحة، ده اللقاء النهائي طبعا للوصول للبطولة الأفريقية. بنطمنكم على الفريق وإن شاء الله نوفيكم بالنتيجة أول بأول. لكن دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. معانا طبعا ضيفنا النهاردة عمر البنوني الناقد الرياضي في الأخبار. فاصل سريع ونرجع لكم. رجعنا مرة تانية، رجعنا سريعا ومكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. عمر بقى نرجع ونشوف معاك آخر أخبار بقى منتخبنا الوطني. الأول طبعا اللي عنده معسكر هيبتدي بكرة بإذن الله. عندنا خبر بيقول إن هيبدأ بكرة المنتخب الوطني أول لكرة القدم في معسكره الملقى لقاء سوازيلاند يوم 12 ويوم 16 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشر مؤهلة نهائيات أمم أفريقيا 2019. وضع الاتحاد المصري كافة الترتيبات اللازمه لضمان توفير المناخ اللازم للحفاظ على تركيز اللاعبين وجهازهم الفني في مقر الاقامه واماكن التدريبات عشان يفصلوا عن اي مؤثرات خارجيه. خلينا نتكلم عن المنتخب الوطني الاول وعن القائمه الاخيره لمعسكر سوازيلاند زي ما قلنا يوم 12 ويوم 16 اكتوبر. شايف مين اللي اتظلم ان هو ما تمش استدعائه للمعسكر؟ طبيعي اي حد في مصر لو اتسال نفس السؤال هيقول وليد سليمان رقم واحد، احمد فتحي رقم اثنين. الاثنين لعيبه خبرات والاثنين لعيبه دوليين ولعبوا مع المنتخب في اكثر من مناسبه وفي اكثر من بطوله وتحت قياده فنيه لاكثر من مدرب. يعني هما حتى ما كانوش، ده احمد فتحي بيلعب منتخب من هو عنده 16 سنه تقريبا. فاعتقد انه تفكير مستر اجيري ان هو بيحاول ينزل بمعدل الاعمار وده صرح بيه اكثر من مره. وكابتن هاني رمزي نفس الكلام، كان يعني بيتبنى نفس الاتجاه وده امر جيد في اعاده بناء المنتخب، لانه طبعا هم عقدهم 4 سنين اكيد عندهم بلان ل 2022 والكاس العالم، فطبيعي ان هم هينزلوا معدل الاعمار. لكن اعتقد انه كان يستحق وليد سليمان، كان يستحق احمد فتحي، كان يستحق طاهر محمد طاهر موجود في المقاولين العرب لعيب جيد جدا. يعني اعتقد كمان انه محمود علاء قدم مع الزمالك بشكل جيد الفتره اللي فاتت، هو من ابناء منتخب مصر برضو. اعتقد انه الفرصه جايه لكل اللعيبه دي، حتى يعني انا اعتقد انه فتحي ووليد
ممكن يكونوا موجودين في ماتش تونس كمان. صحيح. طيب يمكن مفيش عناصر انضمت جديده للمنتخب في المعسكر ده غير محمد ابو جبل من سموحه واحمد علي من المقاولين العرب، شفت الاختيار؟ اختيارات جيده. احمد علي راجل بينافس على لقب هداف الدوري لحد دلوقتي، نفس الكلام حسام باولو، لكن حسام اعتقد انه منتاليتي اللعيب الدولي مش عنده حتى وهو بيأدي بشكل جيد في المسابقه المحليه. كمان في عامر وكنت اتمنى انه ينضم حارس مرمى الانتاج الحربي بيأدي بشكل جيد، لكن اختيار كمان محمد ابو جبل يعني اعتقد انه هو وعامر في نفس المستوى، يعني سواء انضم هو او انضم عامر فالاثنين يستحقوا ان هم حتى ياخدوا الخبرات الدوليه يكونوا موجودين في معسكر المنتخب، ده هيفرق معاهم بعد كده اكيد. طيب كمان الخبر بيقول ان المنتخب هيقيم في فندق في المطار وهيأدي تدريباته على ملعب نادي ايرو سبورت، وهيكون برضو الملعب جوه المطار ضمانا لنجاح المعسكر المره دي. هيأدي الفريق تدريبه الاساسي يوم الخميس اللي جاي على ملعب استاد السلام اللي هيكون فيه ان شاء الله اللقاء يوم الجمعه اللي جايه، وهيستمر المعسكر بعديها لحد ميعاد السفر سوازيلاند يوم الحد الصبح عشان المباراة الثانية إن شاء الله. بيشارك طبعا في المعسكر 27 لاعب من بينهم 12 محترف في الخارج، لسه هيوصلوا القاهرة النهاردة بإذن الله وبكرة، والمقرر أنه يعقد خفير أجيري مدير الفني مؤتمر صحفي يوم الخميس اللي جاي في استاد السلام على هامش التدريب الرئيسي عشان يتكلم عن استعدادات المنتخب للقائي سوازيلاند. قائمة المحترفين تقريبا أجيري بيجيب كل المحترفين المصريين، هو طبيعي طبعا هو بيبقى شايف انه المحترفين كانوا هم النواه الاساسيه للمنتخب اللي صعد نهائيات كاس العالم اللي فاتت في روسيا، طبيعي ان هو يكمل على نفس النهج. عنده ازمه في حته المهاجم الصريح هنا في الدوري المصري تحديدا، كمان انه الاجانب متالقين جدا في المركز ده، وده نوع من القصور. يعني انا لو هتمنى قرار منع الاحتراف يبقى منع الاحتراف الفراوده، يعني ادوا فرصه للمصريين ان هم يبقوا موجودين في لعيبه. اعتقد صلاح محسن هيبقى صحيح. رغم الاصابه لكن هو موجود في حسابات المنتخب، ده مركزه. يعني اتمنى كمان انه ياخد فرصه، حسب معلوماتي وحديثي مع افراد الجهاز الفني قبل كده انه احمد حسن كوكا مهاجم اولمبياكوس اليوناني هيكون هو الفيرود الاساسي للمنتخب الفتره اللي جايه. كان احمد بيأدي بشكل جيد، قدر يسجل في الدوري اليوناني، صادفه سوء حظ قدام باوك في ماتش القمه اللي فات، لكن بيأدي بشكل جيد. هو اختيار اساسي لبيدرو مارتينيز المدير الفني البرتغالي لاولمبياكوس، هو اصلا دربه في ريو افي قبل كده في بدايه رحله احترافه، فواخد ثقه، فرصه انه يكون موجود مع المنتخب. سنه صغير وفي نفس الوقت هو ده تركيز اجاري. يمكن باقي المحترفين محمد النني مش بيشارك الا في مباريات محدوده جدا بعيدا عن البريمير ليج، لانه بيديله فرصه في الدوري الاوروبي قدام فرق ضعيفه. وغايب عن اللقاء يوناي امري ما كانش موجود النهارده، ارسنال كسب 4 نتيجه كبيره، 5 سوري، كنت اتمنى على فكره انه النني يكون موجود. يعني اعتقد انه طب عمرو ورده عمرو ورده يعني بعيد تماما عن المشاركه مع باوك ليونين. عمرو ادى السيزون اللي فات بشكل هايل جدا، هايل جدا، اختارته نوفا سبورت انه يكون افضل لاعب محترف في الدوري اليوناني السنه اللي فاتت، وادى مع اتراميتوس سيزون للتاريخ لانه هو افضل نتائج في تاريخ اتراميتوس اتحققت السنه اللي فاتت، وكان هو نجم الفريق. صحيح. احرز 13 هدف منهم 6 في الدوري اعتقد، وعمل تقريبا 11 اسيست، وده رقم كبير بالنسبه للمحترف في الدوري اليوناني. فكره رجوع عمرو الباوك كانت خطوه هايله، باوك بينافس على طول على الدوري، بينافس على صعود دوري ابطال اوروبا لدور المجموعات السنه دي، ما تاهلش، بيكمل في الدوري الاوروبي. عمرو لعب في معظم المباريات، لعب قدام سبارتاك موسكو، لعب قدام بازل، لعب قدام بنفيكا، سجل ده في تصفيات دوري ابطال اوروبا. لما بدا الدوري الاوروبي في دور المجموعات لعب قدام تشيلسي في المباراه، حصل بقى صدام بين عمرو وبين راسفان لوشيسكو المدير الفني الباوك يوم ماتش ليله مباراه ايك وباوك، انه لوشيسكو بلغ عمرو انت مش معايا في السكواد بكره للمباراه ايك. عمرو اعترض على انه مش موجود، وشايف انه حقه يكون موجود وحقه يشارك، وده حق اي لعيب بيبقى شايف نفسه انه فت ويقدر يشارك مع فريقه، خصوصا انه كان بيعتمد عليه في الفترات السابقه كلها. صحيح. فهي الفكره نفسها انه لابد ان انت تلتزم بتعليمات مدربك حتى لو هو هيجي عليك شويه، لانه انت المشكله انك لو دخلت في صدام مع المدرب فانت بتحط نفسك في خانه ان انت ترابل ميكر، وان انت كده مش بتلتزم بتعليمات الجهاز الفني. اتكلمت مع اكتر من فرد جوه نادي باوك، هم شايفين ان عمرو لازم يلتزم بتعليمات الجهاز الفني. يعني طب وتفتكر ان الموضوع ده ليه علاقه ان عمرو مثلا اجنبي؟ لا 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 خالص، فمش هيلاقي حد في ظهره، مش هيلاقي جمهور في ظهره. بالعكس، باوك الجمهور بيحب عمرو على فكره. عمرو واخد معاهم بطوله الكاس قبل كده، و بيأدي بشكل جيد، لعيب مميز.
بس دايما بتبقى مختلفة ان اللاعب ده ابن بلدك، فانت بتبقى يبقى فيه جمهور. حتى لو بصيت هنا على النادي الاهلي دايما يعني جمهور الاهلي بيبقى، يعني لو بصيت على ابن النادي او محترف تاني جاي من بره فبيبقى الموضوع مختلف تماما. طب انا هقول لك حاجة، مش نفس المساندة. انا بشجع فوق من زمان، تمام. نجوم الفرقة دايما مش دايما بيكونوا لعيبة يونانيين. يعني خلينا نشوف السكواد اللي موجودة دلوقتي. ألكسندر بيرجوفيتش هو كرواتي، هو المهاجم الأساسي، هو نجم الفريق. دييجو بسيسفر هولندي وكان بيلعب فاينورد قبل كده، هو نجم الفريق وموجود، وغيره وغيره من اللعيبة. فعمر مكانه كان موجود، ده اقدر اقوله لو عمر ما بيلعبش. لكن عمر انت لعبت كل الماتشات الكبيره ولعبت ماتشات الدوري في البدايه، مش معنى ان المدرب استبعدك من المباراه ان انت تحس ان هو يعني مضطهدك. لا، المدرب مش مضطهدك. وانا اتكلمت مع لوشيسكو قبل كده في بدايه الموسم، قلت له هل عمر ورده بعد اداء كاس العالم وبعد تالق السيزون اللي فات هترجعه باوك، ولا في فرصه للعروض اللي هتيجي في الفتره اللي فتره الصيف؟ فقال لي لا، انا محتاج عمرو، شايف انه فرصته هتبقى افضل معايا في باوك. وعلى هذا الاساس عمرو رجع. لكن هو عمرو زهق من الدوري اليوناني، ده اللي خلاه حاطط فوق ضغوط كبيره جدا الفتره اللي فاتت. انا كنت اتمنى انه يشارك لانه عمرو عنصر اساسي في منتخب مصر، وشفناه قدام النيجر ولسه بدري قوي على عمرو، لسه قدامه مشوار كبير. عمرو صغير في السن، بيأدي بشكل جيد. فكرة ان هو استبعد من ماتش أرس في الكاس، واستبعد ماتش أولمبياكوس في الدوري، وماتش آيك، والمباراة اللي فاتت، والنهاردة قدام أبولون سميرني، مع ان بيلعب أخير الدوري، فرقة شيكابالا هي أخير الدوري بلا أي نقاط. فإنه يستبعد كمان من باوك وأبولون، ده أمر كده بيؤكد أنه لا، في أزمة ولازم عمرو وكيله يحلها، لازم عمرو يسعى لحلها. أنا كنت بكلم عمرو قبل ما ندخل هوا على طول، فقال لي أنا مش عارف هو فيه، يعني هو عمرو نفسه اللي انا مش عارف هو مستبعدني ليه. النادي طلع بيان قال ان عمرو يعني كان عنده حاله اعياء. شايف كده الطريق سد ما بينه وبين مدربه؟ اعتقد انه بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره لوشيسكو استنفذ مع عمرو كل المحاولات، يعني قد يرحل في يناير. واتمنى ان عمرو ياخد خطوه افضل، يعني طالما هو خلاص الدوري اليوناني بالنسبه له اتقفل، انه يفكر في خطوه ثانيه. صحيح صحيح. طيب بشكل عام بقى، لو هنتكلم عن منتخبنا الوطني الاول وتقييمك لاجاري، تقول لي ايه؟ في التقييم الفني ما اقدرش اقيمه على مباراه النايجر. صحيح. على اختياراته هو ضعيف او كمنافس ضعيف بالظبط، على اختياراته في قائمه المنتخب لمعسكر النايجر ومعسكر سوازيلاند. هل هي اختياراته لوحده؟ اكيد اختياراته مع الجهاز المعاون. انا عارف ان اجاري محدد اختصاصات الجهاز المعاون بشكل جيد جدا. هو معاه كابتن هاني رمزي، وده عنصر اساسي وبيعتمد عليه بشكل كبير جدا. صحيح جدا، ومديله دور كبير جدا على فكره. طبيعي، هو اللي ادرى باللعيبه المصريين، وفي نفس الوقت كابتن هاني رمزي عنده خبره بالمنتخبات. صحيح. راجل صعد اولمبياد، درب منتخب محليين، فله مساحه كبيره جوه الجهاز الفني. فكمان معاه تيتو غارسيا الاسباني، معاه المساعدين بتوعه، معاه كابتن احمد ناجي، معاه ميشيل سالجادو مستشار. صحيح. فالاختيارات بتقول انه مدرب كلاسيكي شويه، يعني برده معتمد على العناصر الاساسيه اللي هو شافها قبل كده مع منتخب مصر في الفتره السابقه، بيحاول يدي فرصه لناس جديده، بيحاول ينزل بمعدل الاعمار. ده فيما يخص التقييم الفني اللي نقدر نتكلم فيه لحد دلوقتي. طيب بس احنا ممكن نقول مثلا اختياراته باين منها ان هو عايز ينزل بمعدل الاعمار السنيه للعيبه عشان 2022 ان شاء الله، مونديال 2022. يمكن ده السبب في عدم اختياره لوليد سليمان واحمد فتحي، بس برضه هنلاقي احمد علي مقاولين في نفس السن تقريبا. ما هنا بتتحسب بقى بالاجوان، يعني لعيب بيجيب اجوان فالكاميرا عليه على طول وكده، لكن هي المفروض ما تتحسبش كده. المفروض انه انا عندي احتياجات فنيه، مين هيقدر ينفذها في اطار خطتي اللي انا حاططها، على اساس ده يتم الاختيار. لكن انه احمد علي علشان حتى يمكن اللي في دماغ اجاري هو والجهاز، هو يستحق بصراحه احمد بالزبط علي بالظبط، انه انا باخد احمد علي النهارده وهو بيتخطى ال 32 سنه علشان اقول للناس اللي هيجتهد هينضم للمنتخب. قد تكون دي رساله، لانه صحيح. احمد علي يستحق، لكن لو بنفس المقياس حسام باولو كمان يستحق، يعني هداف الدوري برده، ومحمود علاء يستحق. لكن اتمنى ان الاختيارات الفتره الجايه طبعا، يعني وليد سليمان متالق افريقيا وعربيا ومحليا، يعني صحيح. مش على مش كل الاصعده حقيقي. توقعاتك ايه للقاء سوازيلاند؟ اعتقد انه مصر ان شاء الله هتكسب، المنتخب هيكسب بسهوله هنا وهناك. هنا وهناك. يعني اعتقد انه مجموعه اللعيبه بتاعتنا، مجموعه لعيبه كواليتي بتاعها اعلى بكتير من لعيبه سوازيلاند. صحيح. حتى في مستوى الانديه اللي لعيبتنا محترفين فيها، على مستوى المنافسات المحليه الدوري بتاعنا لا يقارن بدوري سوازيلاند طبعا. فبالتالي المنطقي بيقول ان احنا لازم نكسب، واتمنى يا رب ان احنا ما نكررش
غلطات بتاعت السنوات اللي قبل كده والتصفيات اللي قبل كده ان انا فرقه صغيره ممكن تسبب لي مشكله. صحيح. لقاء مهم طبعا النادي الاهلي يوم 23 اكتوبر القادم في سطيف قصاد وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ انا شايف انه لقاء صعب جدا. الناس ما تفتكرش انه النتيجه الايجابيه اللي عملناها هنا في القاهره ان هي دي خلاص صق الصعود للفاينل يعني. لا يعني انا اعتقد انه الاهلي ومدربه يعني الجهاز الفني بالكامل عندهم درايه بده كله، خبرات افريقيه كبيره عند كارتيرون اللي توج بالبطوله قبل كده ودلوقتي بيدرب النادي الاهلي اكبر نادي في القاره الافريقيه، كمان كابتن محمد يوسف برضه توج بالبطوله دي مع النادي الاهلي، فاعتقد ان هم ادرى بطبيعه مباريات النصف النهائي وخصوصا ان انت هتلعب في الجزائر. وفاق الصيف اذا كان ظهر في مباراه الذهاب هنا في القاهره بشكل متواضع وقدرنا ان احنا نسجل بدري جدا وقدرنا ان احنا كان قدامنا نكسب 4-5 لكن التعامل في الشوط الثاني ما مكناش من ده، لكن لابد انه يتم التعامل مع مباراه وفاق الصيف في الجزائر كان انا رايح العب المباراه دي ولسه محتاج اتاهل. يعني انا محتاج احط سجل هدف واثنين علشان لازم احبط وفاق الصيف على ارضه لانه يعني الجماهير هتبقى كتير جدا، ضغوط الجماهيريه هتبقى عاليه كمان، الارض الصناعي الجيل الصناعي بالظبط بتاثر وخصوصا على لاعب زي وليد سليمان. يعني وليد سليمان من اللعيبه اللي صعب يلعب على الجيل الصناعي اللي كمان تاريخ الاصابات اللي عنده بياكد ان الجيل الصناعي بيسبب له مشكله. فنتمنى ان هو يكون في افضل حالاته ان شاء الله وانه يقدم ماتش هايل. في نفس الوقت كمان في ضغوط على رشيد الطوسي المدير الفني لوفاق الصيف، بيأدي بشكل متواضع في الدوري وكانوا هم سايبينه لتألقه في دوري ابطال افريقيا. صحيح. وكمان ما عندوش بدايل. بالظبط ما عندوش بدايل، 13 لعيب مشيوا وهم النظام في الجزائر كده، يعني الجزائر دوري صعب شويه، في لعيبه كتير بتمشي، مستحقات الماليه ما بتدفعش يعني. حتى كان تاني هداف الدوري سامي فريوي السنه اللي فاتت سافر احترف في اليونان رغم انه كان ممكن يكمل في الجزائر مثلا، يعني من العناصر اللي هي دايما مشاكل ماديه. بالظبط يبقى في تغييرات على طول وكتير، يعني زي ما شفنا فوق الصيف ماشي 13 لعيب او 11 لعيب، يعني ماشي فرقه كامله لان هم طريقه الاداره عندهم مش محترفه بالشكل الكبير رغم ان عندهم دوري محترفين. يعني الجزائر مطبقه دوري المحترفين. صحيح. لكن ادارات الانديه ما زال عدم وجود الشخصيه اللي تقدر تدير منظومه كره قدم سواء كان في العالم بقى، ده ما بتفرقش من مصر لليونان لانجلترا للجزائر، لابد ان يكون عندك الاساسيات بتاعه الاداره. يمكن احنا في مصر حتى دايما بقولها انه رئيس النادي الوحيد اللي هو نجم كره قدم اسطوري هو كابتن محمود الخطيب. لا يمكن يتدخل في اعمال الجهاز الفني النادي الاهلي نهائيا ولا يتدخل في شؤون الكوره. نلاقي انديه ثانيه رؤساء الانديه بتوعها يعني امتهنوا مهن ثانيه غير كره القدم، ما لعبوش كره قدم، ما لهمش حتى تاريخ فيها اداريا، ونلاقيهم بيتدخلوا في الفنيات وده يلعب وده ما يلعبش واللعيب ده يجي واللعيب ده ما يجيش. انا شفتها في انديه كتير وللاسف انديه شعبيه كمان يعني. فالموضوع لا يعني اداره الكوره فعلا بتفرق في مسيره النادي بتاعك على المدى البعيد وعلى المدى القريب. أكيد. ده فالوضع هناك في الجزائر مختلف. اتمنى الاهلي يتخطى العقبه اللي جايه. طيب لو قلنا ان فاق سطيف عنده عامل الارض وعامل الجمهور لصالحه، قلنا لان الارض نجيله صناعي ودي اكيد هتسبب يعني بعض المشاكل لعيبه النادي الاهلي، وهم اكيد هم متعودين عليها هناك، وطبعا عامل الجمهور هيكون لصالح فاق سطيف هناك. وايه تاني تعتبره مصدر خطر او خطوره على النادي الاهلي في وفاق الصيف؟ يعني اعتقد هم عندهم مؤمن جابه هو افضل لعيب موجود في وفاق الصيف، ما اعتقدش انه باقي العناصر فيها العناصر اللي تخوف قوي، وده ظهر في المباراه اللي فاتت. خلينا نبص لقدام، لو احنا اتفرجنا على الطرف الاخر في السيمي فاينل بريميرو دو اجوستو الانجولي مع الترجي التونسي، لا فرقه بريميرو دو اجوستو الانجولي فرقه تقيله جدا فيها لعيبه كوره. شايف لقائها مع الترجي التونسي يكون عامل ازاي؟ ما هو ده يعني ده اللي نبص له بقى. شوفوا الماتش ده طبعا 1-0 لبريميرو دو اجوستو في الذهاب. صحيح. اعتقد ان بريميرو دو اجوستو هيعمل مفاجاه في الاياب وهيفوز على الترجي على ارضه. يعني دي متوقعه جدا، دي انت متوقعه تابعت فنلاقي النهائي مثلا اول اغسطس ونادي الاهلي غالبا هيبقى كده. يعني كنت بتكلم مع جيلبرتو بقول له لو بريميرو دو اجوستو وصل فاينل هنشوفك في مصر، وقال لي حاجه اشجع الاهلي رغم انه انجولي لكن انتمائه للاهلي الحقيقه قوي جدا، وده اللي شفناه في المدرجات. بالظبط لما راح مباراه لبريميرو دو اجوستو مع تيبي مازيمبي في المدرجات هناك راح بتيشيرت النادي الاهلي يعني. صحيح. فالفكره نفسها البطوله دي زي ما تكون بتنادي على النادي الاهلي، انت عندك الخطوه اللي جايه ركز فيها انك انت تصعد للفاينل.
اعتقد انه سواء الترجي سواء بيراميرو دي اجوستو الاهلي قادر ان شاء الله على انه يتخطى سيمي فاينل في الاياب مع وفاق الصيف وانه يتاهل النهائي وان شاء الله يفوز بالبطوله. طيب من امبارح للنهارده سالنا طبعا الجمهور على السوشيال ميديا توقعاتك ايه لنتيجه مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. تعالى سريعا كده نروح نشوف الجمهور قال لنا ايه وهنبتدي من الفيسبوك. احمد محمد قال لنا مساء الورد يا شيما، ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي والحمد لله على سلامتك. بشكرك جدا والله، شكرا لك يا احمد. محمد رفعت بيقول اتوقع فوز النادي الاهلي ان شاء الله 2-0. محمد عبد الباسط بيقول مساء الخير عليك يا شيما، توقعاتي النادي الاهلي يفوز على الاتحاد 3-0. ايه رايك في التوقعات دي؟ يعني دايما الجمهور الاهلي واثق في فرقته تحت اي ظروف، فده واضح. محمد حسن، محمد بيقول هنفوز بصعوبه 2-1 ان شاء الله. يعني اعتقد ان هو مباراه فعلا مش سهله، لكن الاهلي قادر انه يحسمها يمكن عشان الغيابات. حتى لو في غيابات يعني دايما الاهلي، انا فاكر مره في 2004 الاهلي بيلعب الاتحاد السكندري برده في الكاس واضطر مانويل جوزيه انه يلعب سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ فيرود، ولعب فيرود يمكن نفكره بالموضوع ده بعد البرنامج، لعب فيرود وسجل هدفين في الاتحاد السكندري، فالاهلي بمنحدر فعلا. محمد سيد بيقول اتوقع النتيجه فوز النادي الاهلي 4-0. عصام اسماعيل بيقول مساء الفل عليك يا شيما، اتوقع فوز الاهلي 4-0. انتوا عند خالد المنسي دلوقتي؟ وباذن الله هنكسب سطيف في ملعبهم وهناخد كاس افريقيا السنه دي. محمود بيقول كالعاده الاهلي سيمطر شباك الاتحاد يا ساده، دام الاهلي فوق الجميع. محمد ياسر بيقول ان شاء الله الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي والنتيجه 2-0 برده، والجمهور مش ناسي البطوله الافريقيه، مش ناسي لقاء وفاق الصيف يوم 23 القادم. دي حقيقه، يعني النادي الاهلي تركيزه دايما على انه يسترجع بطوله افريقيا لانها غايبه من 2013 كتير. صح، يعني الاهلي ما اتعودش على غياب البطولات بالتوقيت ده. كمان محمد ياسر بيقول ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الاهلي نتيجه 2-0. فتحي حنيش بيقول مساء الخير يا شيما، ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 برغم الغيابات ودايما الاهلي بمن حضر. نروح بقى سريعا لتويتر ونشوف ردود المشاهدين على سؤالنا النهارده. سؤالنا النهارده بيقول مره ثانيه توقعاتكم ايه نتيجه لقاء النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. علي محمد بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0. احمد تايجر بيقول مساء الخير يا شيما، بحب بشكرك جدا، الاهلي هيكسب 4-0 ان شاء الله. يا رب يا احمد. كمان محمد بدري بيقول النتيجه هتكون 3-0 لنادي القرن الافريقي، يا رب يعالي انصر نادينا الغالي. محمد حسن بيقول فوز سهل للنادي الاهلي واللعيبه كلها رجاله باذن الله. انا شايفه ان في تفاؤل كبير قوي على تويتر. كمان ايهاب رضا بيقول فوز المارد الاحمر طبعا. ابراهيم يسري بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 2 ويلا يا رجاله بعزيمه الابطال اللي تعودنا عليها. بحبك يا اهلي. حسام جمعه بيقول ان شاء الله هدفين دون مقابل بقدم ازارو ومحارب. ندوده بتقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. وليد سليمان، مروان محسن، وانا والله بحبك بشكرك جدا جدا يا ندوده، كلك ذوق. كمان محمود انيس بيقول لقاء الاهلي امام الاتحاد بيكون من المباريات الصعبه، حتى لو اي من الفريقين مستواه في النازل، فاحنا بنتكلم عن نادي قرن وسيد البلد، اتمنى اللقاء يخرج بنتيجه كويسه للنادي الاهلي في ظل الغيابات اللي بالجمله دي، ويفوز الاهلي بنتيجه 1-0 بقدم كوليبالي. وابو مالك بيقول ان شاء الله فوز النادي الاهلي. دي طبعا كل او اغلب تفاعل جمهور النادي الاهلي او مشاهدينا على نتيجه لقاء النهارده وتوقعات نتيجه لقاء النهارده. كلهم متفائلين ان شاء الله بفوز النادي الاهلي 1-0 او 2-0 او 4-0، يعني كل واحد بقى والرقم اللي هو عايزه يعني واضح انه برده ما زالت الجماهير بتثق في فريق النادي الاهلي حتى رغم الغيابات والاصابات، برده ناس عندها الثقه انه الاهلي دايما بمن حضر. صحيح. استاذ عمر البنوني الناقد الرياضي في اخبار اليوم او بوابه اخبار اليوم، نورتنا النهارده في كلامك. الله نورك شيما، ميرسي جدا، استمتعنا اكيد بوجودك معانا النهارده. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره في حلقه جديده من كلام في الميديا. كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي النهارده في لقاء الساعه 9 مساء على ملعب السلام قصاد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. يوم سعيد، كل فوز عليكم ان شاء الله.